كيف كانت حياة أهلنا الأول في الطفرة؟ وكيف عاشوا؟ حياتنا زينة ولا هو زينة؟ تعب لكن الحمد لله. هاي البلاد هاي دارة هلك ويداني. بين كثبانها الصفراء الممتدة على مد البصر تروي القلاع والحصون، تروي ذرات تلالها المتناغمة مع روعة واحاتها فصولاً خالدة من مجد هذا الوطن وتضحيات أبنائه. فعلى الرغم من هيمنة الظروف الصعبة وقسوة الحياة، كانت عزيمة الأجداد وقلوبهم العامرة بالإيمان والصبر تصارع تجبر المعاناة، إلى أن تغير ذلك الواقع بعد أن خطى الشيخ زايد رحمه الله أولى خطواته في منطقة الظفرة. هذه المنطقة التي عاشت في نبض الأب المؤسس ووجدانه، فجزل لها العطاء بفكر القائد وعزيمة ابن الأرض العاشق لترابها ومن يعيش على ثراها. نعم، كان زايد رحمه الله قريبا من المواطنين، فكتب فصول الحب والولاء في قلوب الصغير والكبير، كيف لا وهو من شاركهم الغرسة والسقاية والتعمير. سوى مدارس، سوى شعبية، سوى كل شيء سوى في الدنيا. عن حياتنا الأولية فرق بعيد. والحمد لله رب العالمين على التوفيق، لله سبحانه وتعالى وفق اللي قبله واللي قبله ووفقه هو توفيق طيب ومحبته في قلوب الشعب، ومحبة الشعب عنده، يحبون الشعب، واللي يكرم الشعب يكرمها الله سبحانه وتعالى. ذلك العطاء المدرار تواصل مسيره في عهد خير خلف لخير سلف، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث حظيت منطقة الظفرة باهتمام سموه ورعاية استثنائية من ولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من خلال زياراتهم الميدانية المتكررة إلى المنطقة ومتابعتهم الدؤوبة لكل المشاريع التي تقام هناك. فجر جديد عنوانه العطاء والإنجازات أشرق على منطقة الظفرة في 13 يونيو عام 2009، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قراراً يقضي بتعيين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثلاً للحاكم في منطقة الظفرة. قرار حظي بترحيب كبير من مواطني منطقة الظفرة الذين يعرفون جيداً جهود سموه في مختلف الميادين داخلياً وخارجياً. شغل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية منذ عام 1990 حتى عام 2005، كما عين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في 8 أكتوبر من عام 2003، فضلا عن جهود سموه التي غدت كشمس مشرقة في مجال البيئة والعمل الإنساني. فسموه يشغل مناصب رئيس هيئة البيئة ورئيس نادي صقاري الإمارات والذراع الإنساني لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر. طبعا إنجازات الشيخ حمدان أنا عايشته قبل ما ألتحق بالعمل لدى سموه، أيام ما كنا شباب وصعودنا لكأس العالم، هذه ذكريات لا تنسى. الإنجازات كانت متسلسلة على تسلسل الوظائف والمهام اللي كلف فيها على مدار 35 سنة الماضية. أنا عايشت معظم إنجازاته في وزارة الخارجية، بديت العمل عنده وشفت إنجازاته وعمله في جميع المناصب اللي تولاها في هذاك الوقت،
تحت قيادة المغفور للمؤسس طيب الله ثراه، وأيضا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. حنكة القيادة والتدبير التي تشربها فكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من مدرسة الأب المؤسس كانت لها بصماتها المضيئة في منطقة الظفرة عبر 10 سنوات مضت على تولي سموه المسؤولية، هي جهود مضت بعزيمة تشهد لها الصحاري والبحار، ذلك أن متابعة سموه لتفاصيل التفاصيل ساهمت بشكل كبير في إحداث قفزة نوعية لقطاع الخدمات في منطقة الظفرة، وذلك عبر رؤية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وبحروف دائما ما تؤكد على صعوبة التحديات، لكنها تزرع الثقة كذلك بأن العزيمة كفيلة بتذليل كل الصعوبات. كم هو غال الإنسان في عيون الوطن وقادته، لذا تعانق الأبصار في منطقة الظفرة مشاريع الإسكان الضخمة التي جسدت معالم الاستقرار في ربوع المنطقة، والهدف حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ يبلغ عدد المساكن التي تم توزيعها بين مدن ليوة وغياث والسلع وبدء المطاوعة وأم الأشطان 2299 مسكناً و410 مساكن قيد الإنشاء في المرفأ. أما النهضة الفريدة فترى تفاصيلها في القطاع الصحي، حيث تضم الظفرة بين أركانها مستشفيات وفق أرقى المعايير العالمية، ومن بين أهم المشاريع التي تم تنفيذها مستشفى غياثي بتكلفة إجمالية بلغت 445 مليون درهم، ويتسع المستشفى إلى 50 سريرا قابلة للزيادة إلى 80، ويعد مستشفى غياثي الحالي ثاني أكبر مستشفيات منطقة الظفرة، ويلبي احتياجات سكان منطقة غياثي وبدع المطاوعة وجزيرة صير بنياس. أما مستشفى السلع الجديد فتم إنشاؤه بتكلفة بلغت 239 مليون درهم، وأقيم بمساحة كلية تقدر بنحو 29,000 متر مربع، ويوفر المستشفى الرعاية الصحية الأولية إلى سكان السلع وما حولها التي تضم ما يزيد على 12,000 نسمة وغيرها من المستشفيات التي تقدم خدماتها العلاجية لسكان منطقة الظفرة. التعليم هو الطريق الأوحد لتقدم الأمم ورفعتها، تلك هي رؤية القيادة التي جسد واقعها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة، حيث شهد القطاع التعليمي تطوراً لافتاً، إذ تضم المنطقة مجموعة من المدارس التي شيدت لمواكبة التطوير الذي تشهده العملية التعليمية. أما التعليم العالي فتلك قصة أخرى، حيث تحتضن الظفرة عدداً من المجمعات التعليمية ككليات التقنية في مدينة زايد وكليات الرويس ومجمع بينون التعليمي الذي افتتح في عام 2014، ويضم عدداً من الكليات التي تتسع إلى أكثر من 3,200 طالب يرسمون بين أروقتها معالم مستقبل مضيء لهم ولوطنهم. موقع استراتيجي، مساحة شاسعة تتطلب بنية تحتية متكاملة، وهذا ما كان عبر شبكة طرق تراعي جميع المعايير العالمية، وما تلك إلا مشاريع ساهمت في نمو اقتصادي يشهد عليه العالم، محققة بذلك أعلى معايير السلامة والرفاهية التي يحظى بها أسعد شعوب العالم. والأجمل حين ربط الوفاء اسم أهم مشاريع الطرق في منطقة الظفرة باسم قائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. هنا يدشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في يناير 2014 شارع الشيخ خليفة بن زايد الممتد من المفرق وحتى الحدود مع المملكة العربية السعودية كأطول طريق دولي موفر للطاقة
بتكلفة بلغت أكثر من 5 مليارات درهم وبطول يصل إلى 246 كيلومتر. ومن أهم مشاريع الطرق التي أنجزت شارع محمد الفلاح الياسي بتكلفة بلغت 617,486,000 درهم وبطول 52 كيلومتر، والطريق مدينة زايد غياثي 260 مليون درهم وبطول 80 كيلومتر، وتطوير طريق غياثي بدع المطاوعة بتكلفة بلغت 65,300,000 درهم، وغيرها من شبكات الطرق التي لا تزال قيد التنفيذ. بتروح غياثي، بتروح السلع، بتروح مرابي، بتروح ليوة، طرق الحمد لله مفتوحة وأمان. الخط هاي الحمد لله مني إلى المرفا ومني إلى السلع كم حارة تمشي فيها، فهذه يسرت الحمد لله ووفرت حماية حق 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 الإنسان. بين القيادة الكريمة في الإمارات وأبنائها علاقة تلاحم وقرب توارثتها الأجيال. وفي منطقة الظفرة يتواجد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان دائما بين المواطنين من خلال زياراته الميدانية المتكررة للتعرف إلى احتياجاتهم. الحمد لله ما هو حياء بيننا وبينا، لا حاطين منا وفينا ولحمنا ودمنا وقدامها زايد وخليفة ومحمد. القيادة في الإمارات دائما ما تسعى إلى رسم الابتسامة على محيا أبنائهم المواطنين حين يشاركونهم فرحة أعراسهم الجماعية. لذا ليس بغريب أن تشهد منطقة الظفرة منذ عام 2010 وحتى اليوم 13 عرسا جماعيا لأكثر من 700 عريس من أبناء الوطن بدأوا حياة جديدة ملؤها السعادة والاستقرار. ولم يتوقف دعم القيادة الرشيدة للشباب في الأعراس الجماعية فقط، ولكن شمل ذلك الجانب الآخر من تلك الأعراس. الشيخ حمدان تحدى الفكرة السائدة بأن يتم تنظيم عرس جماعي للشابات في هذه الأعراس، وبالفعل كان لها نجاح في هذه السنة، وإن شاء الله راح يكون لها تكرار، وهذا كان من الأشياء اللي ما توقعناها أن تنجح، ولكن إصرار على الموضوع أكد لنا أن هذا السعي راح يكون ناجح. أما المرأة في منطقة الظفرة فتلك قصة نجاح تمضي مقترنة مع رؤية تمكين المرأة التي وضعتها القيادة في الإمارات ودعم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كانت توجيهاتها الدائمة نبراسا جعل من المرأة الإماراتية نموذجا عالميا وشريكا أساسيا في التنمية. هذه الرؤية كانت حاضرة أيضا في فكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وبإيمانه بأهمية دور المرأة في المشاركة في بناء الوطن. جميل ذلك التطور المرتبط بجذور ضاربة في أعماق ماض عريق وتراث خالد. ومجالس الأحياء التي وجهت بإنشائها القيادة الرشيدة خير مثال على ذلك. فمنطقة الظفرة تحتضن 6 مجالس، هي مجلس ليوة ومدينة زايد، ومجلس مبارك بن قران في غياثي، ومجلس محمد الفلاح الياسي في المرفأ، ومجلسي السلع ودلمة. هنا تدون فصول التواصل بين أبناء المنطقة في مختلف المناسبات في بيئة تحافظ على موروث المجالس وتقاليدها. يدي بتخبرك كيف كانوا أهلنا يطلعون البحر بالشهور، ما كان تعب وشقاء. ربط عمارة في حبال وانتبهناك الحين نحول في البحر ليه نسبح. اشتغلنا في داس عشان ممكن أصغر عنك أنا، وهذاك أكبر عني شوي، وكملنا لنا سنين. ما أصدق كلام الجد لحفيده،
فالنوايا الصادقة تراها في العمل الدؤوب والمشاريع التطويرية البحرية التي تشهدها الظفرة بتوجيهات من القيادة الرشيدة ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث تحتوي المنطقة وحدها على 4 موانئ لدعم الصيادين وتسهيل حركة النقل البحري. شواطئ جزيرة دلمة التاريخية التي تعانقها الأمواج جيئة وذهابا كانت على موعد مع عدد من المشاريع التطويرية كمشروع ميناء دلمة الجديد والذي بلغت تكلفته 170 مليون درهم، ومشروع كاسر الأمواج وجدار الرصيف البحري للمحامل الذي شيد بتكلفة بلغت 87 مليون درهم. حديث البحر يبحر بنا إلى سباق دلمة التاريخي لمحامل فئة 60 قدما، والذي يعتبر الأول من نوعه من حيث طول المسافة وعدد المشاركين وجوائزه الأغلى في تاريخ السباقات البحرية التراثية في الدولة، بعد أن وصلت إجمالي الجوائز إلى 25 مليون درهم. هنا تتسابق المحامل بروح الحاضر وعزيمة الماضي، حيث يشارك في السباق أكثر من 100 محمل شراعي وأكثر من 3000 بحار من مختلف إمارات الدولة، يسطرون على صفحات البحر سير الآباء والأجداد. مشروع العبارات دشنه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في 16 مارس 2010. يومها انطلقت الرحلة الأولى للعبارتين الغربية ويميلة، وذلك لنقل الأفراد والبضائع من وإلى الجزيرة بتكلفة بلغت 49 مليون درهم، في مشهد مضيء من مشاهد الإنجازات في قطاع تطوير شبكة النقل البحري. متابعة اليومية للمشاريع على تعددها وعلى اختلافاتها وعلى توزيعها في المنطقة ككل، منطقة الظفرة، المتابعة بشكل يومي، وهذا يخلق عند الموظف دافع أكبر لتقديم ما يستحق هذا الشخص من عمل لتحويل هذه الأفكار إلى إنجازات على الأرض. تعتبر مشاريع الطاقة من المشاريع الاستراتيجية المنتشرة في العديد من مدن الظفرة، فمدينة الرويس تجسد نموذج إنجاز يفخر به كل إماراتي باعتبارها تحتضن مجمع الرويس الصناعي الذي أصبح أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم، وبفضله تحولت المدينة إلى مجمع عالمي للتكرير والمواد الكيميائية بمساحة إجمالية تجاوزت 150 كيلومتر مربع. وبدورها حققت شركة البترول الوطنية أدنوك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بعد أن حولت الرويس إلى مدينة متكاملة مزودة بأرقى الخدمات والمراكز. المرتبة الأولى عربياً
وكأول دولة تمتلك محطة للطاقة النووية السلمية. يحتوي المشروع على 4 محطات بقدرات إنتاجية تصل بعد اكتمال تشغيل المفاعل إلى 5600 ميجاوات، لتوفر بذلك 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة. إنجاز يسهم في دعم وازدهار النمو الاقتصادي في الدولة، إذ يساهم هذا المشروع في تنويع مصادر الطاقة، وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية. وهكذا أصبحت منطقة الظفرة شاهدة على إنجاز جديد للإمارات التي ستنتج الطاقة النووية رسمياً في عام 2020. الحفاظ على الموارد الجوفية ضمان لاستدامتها، حروف مضيئة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى المشروع الاستراتيجي لتخزين المياه في مدينة ليوة في منطقة الظفرة في إبريل عام 2015. ويتكون المشروع الاستراتيجي الذي تبلغ تكلفته 1,061,000,000 درهم من 3 مجموعات آبار رئيسية و4 محطات لضخ المياه وخطوط أنابيب بطول 152 كيلومتر، قادرة على توصيل المياه الجوفية والمخزنة من ليوة إلى مختلف مدن الدولة المرتبطة بالشبكة. مهرجانات منطقة الظفرة المقامة في البر والبحر كفيلة بإعادة مشهد الماضي بتفاصيله الدقيقة عبر فعاليات تحتفي بتراث الإمارات الأصيل النابض في قلوب أبنائها. ومن أهم المهرجانات التي تحتضنها مهرجان ليوى الرياضي في تل مرعب، الذي يشهد العديد من الأنشطة التي تلبي رغبات عشاق المغامرة والتحدي، حيث تتشكل على منطقة تل مرعب مخيمات المشاركين مع توافد أعداد كبيرة من الشباب المهتمين بهذه الفعاليات. كما تحتضن مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، المهرجان الذي يختزل روح التراث عبر قوافل الإبل التي تتحرك من كل أقطار شبه الجزيرة العربية ليكتمل المشهد هنا في الظفرة. أما مهرجان ليوى للرطب فرحلة أخرى إلى الماضي، إذ يعد أحد أهم الفعاليات التراثية المقامة في الظفرة، ويسلط الضوء على مكانة الرطب، وتتنافس المزارع لعرض أجود أصناف الرطب التي تتم زراعتها في الإمارات. تلك الفعاليات والمهرجانات شكلت ملامح سياحة فريدة تحتضنها منطقة الظفرة، التي تتسم بقطاع فندقي متطور ومنتجعات سياحية تتوزع في مختلف مناطق الظفرة، ومن أهمها فندق قصر السراب. نعم، في الظفرة يتحول سراب الصحراء إلى واقع ملموس. هنا في الربع الخالي تتأمل العيون مشهداً لأروع ما جادت به يد الإنسان في الصحراء. حديثنا عن فندق قصر السراب الذي تم افتتاحه في ليوى في أكتوبر عام 2009. وأخذ قصر السراب من الحصون العربية القديمة تصميمه العريق، فتشعر أنك في رحلة عبرت بك عبر الزمن لتحط رحالها في الماضي. جزيرة صير بنياس واحدة من أجمل جزر الصحراء، تتوهج بواجهة بحرية مبهرة ومنتجعات وأنشطة سياحية ومواقع تاريخية. هنا تتباهى عوامل الطبيعة بتاريخ عريق، فالقلاع والحصون تبدو كمنارات تاريخ تحكي قصص الأسر والقبائل التي عاشت على هذه الأراضي منذ مئات السنين، حيث يوجد في المنطقة أكثر من 15 حصناً، من أهمها حصن الظفرة، أقدم وأكبر حصون المنطقة، ويعتبر هذا المعلم الأثري الشاهد الخالد على تاريخ وحضارة منطقة الظفرة، إذ تشير الخريطة الأوروبية المرسومة في عام 1561 ميلادية إلى وجود حصن الظفرة، وجاء ذكره مقترناً بقبيلة بنياس. تاريخ كهذا يستحق الحفاظ عليه، لذلك توجه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات بضرورة الحفاظ على القلاع والحصون والمعالم التراثية،
فللتاريخ في الإمارات حراس أوفياء يحافظون عليه بعزيمة وبسالة أجدادهم الذين سطروا أروع الملاحم في الدفاع عن أرضهم. منطقة الظفرة تمضي بفكر زايد ورؤية قيادة حكيمة سارت على دربه وبجهود حثيثة لكافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وبعطاء يترقب معالم المستقبل. الحين يدي خبرني شو مستقبل الظفرة؟ نحن عشان الماضي والحاضر والحين دوركم انتم. انتم اللي بتحملون بلادكم وداركم وهلكم.